السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب معهد مصطفى صف السادس الابتدائي، معاكم ميس زينب. إن شاء الله يا أولاد هناخد درس جديد اسمه الأخلاق الكريمة. درس يا أولاد الأخلاق الكريمة، يعني إيه ميس الأخلاق الكريمة؟ الأخلاق يعني الصفات يا أولاد، والكريمة يعني الحميدة الجميلة. يبقى إحنا هنتكلم عن النهاردة الصفات الجميلة أو الأخلاق الكريمة. طب إيه الصفة اللي هيدلنا النهاردة في الدرس يا أولاد؟ صفة إيه يا أولاد؟ صفة التعاون. الصفة إيه يا ميس؟ هي صفة التعاون. يعني إيه التعاون يا أولاد؟ يعني التشارك، لو حد بيعمل حاجة بشاركه. طيب هو بيقول لنا إيه يا أولاد؟ بيقول التعاون من الأخلاق الكريمة التي توجد في حياتنا. يبقى التعاون هو من الأخلاق الكريمة اللي بتوجد في حياتنا، الأخلاق اللي هي الصفات والكلمة الحميدة والتي توجد في حياتنا. يتعاون يعني يتشارك. يتعاون يعني يا أولاد يعني يتشارك. يتشارك أبناء الأسرة والفصل والمدرسة والحي والمدينة والوطن. طيب يبقى إحنا يا أولاد بنتشارك مع مين في الأسرة؟ بنتشارك مع بابا، مع ماما، مع أخواتي، صح ولا غلط؟ طيب في الفصل وفي المدرسة مش بنتشارك وبنتعاون مع صحابنا، مع زمايلنا؟ وفي المكان اللي احنا بنبقى ساكنين فيه بيبقى عندنا جيران بنتعاون معاهم وبنتشارك معاهم. طيب والوطن يا اولاد، الوطن مين اللي بيتشارك مع بعضه؟ احنا الشعب. ومين اللي بيتشارك برضه؟ الضباط بيتشاركوا مع بعض في حمايه الوطن. طيب يبقى بيتعاون الكل. يتعاون ايه يا اولاد؟ الكل للمشاركه في المهام ومساعده المحتاج. يعني ايه مثل المحتاج؟ المحتاج يعني الفقير. المحتاج يعني ايه يا اولاد؟ يعني الفقير. والحفاظ على المكان، والحفاظ على ايه؟ على المكان. طيب يجتمع ابناء الوطن الواحد في الحفاظ على تاريخ وتراثه. يعني ايه مثل؟ يعني احنا يا اولاد ابناء الوطن، ابناء مصر، بنحافظ على التراث او التاريخ بتاعنا، زي مثلا المصريين القدماء واللي عملوا زي الاهرامات، المعابد الموجوده، كل ده احنا بنحافظ عليها. طيب بيظهر التعاون في ايه يا اولاد؟ بيظهر التعاون في مصر في اشكال كثيره من خدمه المجتمع. طب يا ميس فين الاشكال الكثيره؟ هنقول اول حاجه دور الايتام ودور المسنين. طيب يعني ايه مثل الايتام؟ الايتام الولاد اللي فقدوا ابائهم، يعني اللي ما عندوش لا اب او ام. طيب دور المسنين، يعني ايه المسنين يا مس؟ يعني كبار السن، الناس الكبيره في السن. والمعارض والمشاريع، ايه هي المعارض يا مس؟ المعارض اللي هي المنتجات اللي احنا بنعرضها في الايه؟ في المعرض. طيب التي توفر الغذاء، المشاريع على توفر الغذاء، والمعارض اللي بتوفر الملابس باسعار مناسبه. طيب دي تاني حاجه. طب تالت حاجه ايه يا مس؟ عندنا زراعه الاشجار والحفاظ على البيئه. زراعه الاشجار والحفاظ على البيئه. طبعا يا اولاد زي ما احنا عارفين ان لكل درس ايه يا اولاد؟ لكل درس كلماته الجميله. طيب الكلمات الجميله اللي معانا يا اولاد، اول كلمه هناخد الكلمة معانا الأخلاق يعني الصفات، والكريمة يعني الحسنة أو الحميدة. يتعاون يعني يتشارك، المهام يعني الأمور الحياتية، المحتاج اللي هو الفقير، تراث ما تركه لنا أجدادنا القدماء، الأيتام أطفال فقدوا آبائهم، والمسنين يا أولاد يعني كبار السن، والمعارض أماكن تباع فيها المنتجات ومناسبة ملائمة، والبيئة الطبيعة من أرض وهواء وماء. طيب هناخد الكلمة مضادها. أول حاجة معنا التعاون. التعاون احنا قلنا التشارك، فعكسها ايه؟ التخاذل. الكريمة الحسنة عكسها السيئة. الحفاظ الإهمال، ويجتمع يتفرق ويظهر يختفي. ناخد المفرد والجمع. الخلق جمعها الأخلاق، والأسرة جمعها الأسر، والحي جمعها الأحياء، والمدينة جمعها المدن، والوطن جمعها الأوطان، والمحتاج المحتاجون، وتاريخ تواريخ، خدمة خدمات، المجتمع المجتمعات، دار دور، واليتيم الأيتام، المسن المسنين، المعرض المعارض، والمشروع المشاريع، الغذاء الأغذية، وآخر حاجة الملبس اللي هي الملابس. طيب بعدها ناخد بنت الأسئلة. أول سؤال معانا، اذكر صفة من الأخلاق الكريمة التي توجد في حياتنا. درس النهاردة كان بيتكلم عن إيه يا أولاد؟ عن التعاون. التعاون يا ميس هو من الأخلاق الكريمة
التي توجد في حياتنا. طب تاني سؤال معانا، لماذا يتعاون أبناء الأسرة والفصل والمدرسة والحي والوطن؟ ليه بيتعاونوا؟ بيتعاون الكل في إيه مثل المشاركة في المهام ومساعدة المحتاج والحفاظ على المكان. تالت سؤال معانا، لماذا يتجمع أبناء الوطن الواحد؟ لماذا يتجمع أبناء الوطن الواحد؟ بتجمعوا ليه يا أولاد؟ بتجمعوا في الحفاظ على التاريخ والتراث، في تاريخ والتراث. رابع سؤال، في أي شيء يظهر التعاون؟ قلنا بيظهر في كام؟ ثلاث أشياء. بيظهر التعاون في أشياء كثيرة من خدمة المجتمع، ومنها دور الأيتام ودور المسنين والمعارض والمشاريع. طيب اللي بعده التقويم. سؤال تقويم يا ولاد، هنحله مع بعض. اقرأ ثم أجب. يتعاون أبناء الأسرة والفصل والمدرسة والحي والمدينة والوطن. يتعاون الكل للمشاركة في المهام ومساعدة المحتاج والحفاظ على المكان. لماذا يتعاون أبناء الوطن الواحد؟ ليه يا ولاد بيتعاونوا؟ للمشاركة في المهام ومساعدة المحتاج والحفاظ على المكان. طيب معنى يتعاون يتشارك. معنى يتعاون ايه يا ولاد؟ يتشارك. مفرد ابناء ابن، دعم مدرسة مدارس، مضاد الحفاظ الإهمال. استخرج فعلا، عايز فعل يا ولاد. احنا قلنا احنا عندنا ثلاث أنواع للفعل، عندنا فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر. فعل ماضي فعل حدث وانتهى، حاجة حصلت وخلصت. الفعل المضارع حاجة بتعملها انت دلوقتي. طب والفعل الأمر لسه؟ الفعل الأمر حاجة أنا بطلب منك إن أنت إيه؟ إن أنت تعملها دلوقتي حالا. طيب إيه هو الفعل عندنا؟ يتعاون. طيب عايزين كلمة بها تاء مربوطة. تاء إيه يا أولاد؟ مربوطة عندنا الأسرة والمدرسة والمدينة والمشاركة ومساعدة. نختار أي كلمة ونكتبها. تاء مربوطة المدرسة. طيب كلمة بها مد بالألف. طب المد بالألف صحابها ايه يا ولاد؟ صحابها حروف الفتحة. برافو. طيب يتعاون أبناء. عندنا ايه تاني؟ عندنا يتعاون برضو، وعندنا مشاركة للمشاركة، وعندنا المهام، وعندنا مساعدة، وعندنا المحتاج، وعندنا الحفاظ، والمكان. ده كله يا ولاد مد بالألف. طيب نختار كلمة ونكتبها. هنختار كلمة المكان. طيب عايزين اسم. احنا عارفين يا ولاد الاسم، اسم إنسان، اسم بنت وولد، اسم أول الكلمة بتاعته ألف ولا أو فيها تاء مربوطة. نختار أي كلمة ونكتبها. الأسرة. وبكده يا أولاد نكون خلصنا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.